أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الخالق لا بمعنى حركة ونصب والسميع لا بأداة والبصير لا بتفريق آله والشاهد لا بمماسه والبائن لا بتراخي مسافة والظاهر لا برؤية والباطن لا بلطافة بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها وبانت الأشياء منه بالخضوع له والرجوع إليه سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا لا اله الا انت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الاسطوره الخامسه والثلاثين الفتنه راس الكفر قرن الشيطان والكلام في الأمر الرابع الملك العادل أبو بكر أيوب الأيوبي وهذا الأمر الرابع تحت الجهة السابعة الجهمي والمجسم هل يتفقان وصلنا إلى المورد الرابع والعشرين فيما يتعلق بالملك العادل المورد الرابع والعشرون الكامل جزء عاشر في صفحة 268 وثمانية ثم دخلت سنة خمسة سنة 605 وخمسة هجري ذكر قتل سنجر شاه وملك ابنه محمود قال ابن الأثير في هذه السنة قتل سنجر شاه ابن غازي ابن مودود بن زنكي بن أقصن قر صاحب جزيرة ابن عمر وهو ابن عم نور الدين هذه دولة الزنكي هذه دولة المماليك هذه دولة المماليك الأتراك يقول وهو ابن عم نور الدين صاحب الموصل قتله ابنه غازي ولقد سلك ابنه في قتله طريقا عجيبا يدل على مكره ودهاء وسبب ذلك أن سنجر كان سيء السيرة مع الناس هذا أمير المؤمنين سنجر السلطان العظيم الفاتح المحرر ناصر السنه، ناصر الاسلام، ناصر الدين امير المؤمنين ولي الامر سنجر المملوك مملوك المملوك يقول هذا يقول ابن الاثير ان سنجر كان سيء السيره مع الناس كلهم من الرعيه والجند والحريم والاولاد اذا يقول يقول سبب ذلك أن سنجرة كان سيء السيرة مع الناس كلهم من الرعية والجند والحريم والأولاد وبلغ من قبح فعله مع أولاده وبلغ من قبح فعله مع أولاده أنه سير ابنيه محمود ومودودة إلى قلعة فرح من بلد الزوزان لا اعرف ما نقرا من اسماء مدن، اسماء شخصيات المطابقة للواقع ولما كانت عليه او لا، المهم قلنا يصل المعنى الى الاذهان. اذا خرج سير محمودا ومودودا الى قلعه فرح، واخرج ابنه هذا وهو غازي القاتل، اخرجه الى دار بالمدينه اسكنه فيها ووكل به من يمنعه الخروج، واخرج ابنه هذا غازي الى دار بالمدينه اسكنه فيها ووكل به من يمنعه الخروج وكان الدار الى جانب بستان لبعض الرعيه فكان يدخل اليه منها الحيات والعقارب وغيرهما من الحيوان المؤذي ففي بعض الايام اصطاد حيه وسيرها في منديل الى ابيه لعله يرق له فلم يعطف عليه فأعمل الحيلة حتى نزل من الدار هذا غازي أعمل الحيلة حتى نزل من الدار التي كان بها واختفى ووضع انسانا كان يخدمه فخرج الخادم من الجزيرة وقصد الموصل أرسل خادما هو هرب من البيت من الإقامة الجبرية أرسل خادما إلى الموصل وعلم الخادم اخبره بانه اذا وصل الى الموصل يقول انا غازي ابن سنجر يدعي بانه هو غازي ابن سنجر. يقول وقصد الموصل واظهر انه غازي ابن سنجر. فلما سمع نور الدين بقربه منها ارسل نفقه وثيابا وخيلا. وامره بالعود قال له ارجع الى الى بلدك الى مملكتك الى ابيك. الى مكانك، الى بيتك، وقال نور الدين ان اباك يتجنى لنا الذنوب التي لم نعملها وقال نور الدين ان اباك يتجنى لنا الذنوب التي لم نعملها ويقبح ذكرنا ويقبح ذكرنا فاذا صرت عندنا جعل ذلك ذريعه للشناعات والبشاعات ونقع معه في صراع لا ينادى وليده ونقع معه في صراع لا ينادى وليده فسار الخادم الى الشام واما غازي ابن سنجار فانه تسلق الى دار ابيه واختفى عند بعض سراريه يعني عند امراه كانت مملوكه لابيه اذا غازي قلنا هرب من مكان ومقام الاقامه ارسل شخصا حتى يموه الامر ويشوش على الفكر ويضيع القضيه فارسل شخصا يدعي انه هو غازي ارسله الى الموصل وبعد هذا لم يستقبله نور الدين وانما خاف من استقباله فذهب الى الشام ذلك الخادم على اساس انه غازي. اما غازي فتسلق الى دار ابيه واختفى عند خادمه عند مملوكه لابيه. واختفى عند بعض سراريه وعلم به اكثر من بالدار، اكثر من بالدار علموا بوجود غازي في الداخل. فسترت عليه بغضا لابيه، هذه الامراه، هذه المملوكه سترت كانت تبغض الاب فسترت على ابنه على غازي. فسترت عليه بغضا لابيه وتوقعا للخلاص منه لشدته عليهن. يعني كانت تتوقع أنه هذا سيقتل الأب سيقتل الأمير المؤمنين سيقتل الخليفة سيقتل السلطان سيقتل أباه فسترت عليه بغضا لأبيه وتوقعا للخلاص منه لشدته عليهن فبقي كذلك وترك أبوه الطلب له ظنا منه أنه بالشام فاتفق أن أباه هذا أمير المؤمنين الخليفه الزنكي حامي السنه، حامي الاسلام قاتل الشيعه، قاتل الرافضه، قاتل الاسماعيليه، قاتل السنه من الطوائف الاخرى، قاتل السنه من الممالك والسلطنات والدول الاخرى التي يدخل معها في صراع، قاتل المسلمين، هذا امير المؤمنين ولي الامر يقول: ابن الاثير فاتفق ان هذا امير المؤمنين ان هذا ان اباه في بعض الايام شرب الخمر اجلكم الله والعياذ بالله شرب الخمر بظاهر البلد مع ندمائه اي اسلام واي دين واي امير مؤمنين واي خليفه واي سلطان واي ولي امر واي امام واي اسلام شرب الخمر بظاهر البلد مع ندمائه هذه كلها لا باس بها ليس فيها اي اشكال عند التيميه وابن تيميه المهم عنده الصوفيه والشيعه، المهم عنده زياره القبور مدعيا ان هذا من الاشراك وهو وهو سيد المشركين وإمام المشركين ونبي المشركين وإله المشركين وهو قائد المجسمة والمشبهة وأهل الإشراك وهو من أغرب المشركين الذي جعل الله مليارات مليارات الصور غير الشاب الأمرد جعل الإله جعل الرب جعل الله ياتي الى الناس في المنام في الحقيقه في الدنيا في الاخره باشكال مختلفه على شكل الفار والقرد والهواء والماء والارض والشجر وحتى على شكل الاعضاء التناسليه والاصنام والشياطين والجن والامرد والاصلع والاعور والدجال والصليب ومعابد الحرانيه بكل الاشكال ياتي لكل الناس وحسب مستويات الايمان اغرب اشراك واقبح اشراك واسفه اشراك الاشراك الملياري ويدعي التوحيد ويقتل الناس على اساس انه موحد والاخرون قبوريه ومشركون هؤلاء هم ائمه التيميه ليس عنده مشكله هنا كما هو النهج الأموي نساء زنا لواط خمور قمار له غناء رقص ليس عنده مشكلة هنا أما تعظيم الشعائر في زيارة الأولياء في زيارة قبور الأولياء في, تنزيل، في تنزيه الله باتخاذ الشفاعة وطريق الشفاعة تنزيها لله وإكراما لله وتقديسا لله وإذلالاً للنفس الأمارة بالسوء، للنفس المذنبة. فيتخذ الإنسان الشفيع، الولي، الصالح، النبي، الإمام، وهو نهج قرآني. وهو نهج نبوي. وهن، وهو نهج رسالي. للوصول إلى التقديس الأعلى، للوصول إلى القدس الأعلى. هذا طريق قرآني، هذا طريق نبوي. وهو يتخذ طريق الشاب الأمرد. القرد الأقرع الفأر النجس ليس طريقا وإنما هو الإله وينادي الإله وينادم الإله ويسامر الإله على شكل فأرة وقرد وطير وقطة وكلب وخنزير وصليب وخشبة وشجرة وأمرد وأعور وأقرع وإلى مئات وملايين ومليارات الصور ومليارات الآلهة هؤلاء هم أئمة التيمية أئمة المارقة فاتفق في أن أباه في بعض الأيام شرب الخمر بظاهر البلد مع ندمائه فكان يقترح على المغنين أن يغنوا في الفراق وما شاكل ذلك ويبكي ويظهر في قوله قرب الاجل ودنو الموت وزوال ما هو فيه فلم يزل كذلك الى اخر النهار يعني حتى الذين يشربون الخمر يعني غالبا وعاده في مناطق خاصه في الاحياء التي نعيش فيها مجموعه خاصه في الاحياء التي نعيش فيها اشخاص معينين يفعلون المنكر. يشربون الخمر لاحظ هذا كان سابقا يعني الجانب الأخلاقي كان هو السائد ويوجد حالة شاذة هي الانحراف عن خط الدين وعن خط الأخلاق على طبيعة الناس على بساطة الناس هذا متى عندما كان المجتمع مدنيا عندما كان المجتمع أخلاقيا لكن ماذا حصل عندما تصدت العمامة ورجال الدين وصار الصوت لي من يدعي الدين صارت المنكرات هي الشائعة وحالة الأخلاق والدين حالة نادرة لماذا؟ لأن الناس الشباب الأبناء الصبيان عندما الآن أي شخص ينصح يأمر ينهى ما هو الجواب؟ يقول لك العمامة الفلانية رجل الدين الفلاني المرجع الفلاني لي يتوقف عن السرقة ليتوقف عن الفساد ليتوقف عن البغاء ليتوقف عن ارتكاب المنكرات التي تنتشر هنا وهناك لينصح نفسه قبل أن يوجه نصيحة لاحظ القدوة السيئة القدوة المنحرفة فينحرف الشباب وينحرف الأبناء وينحرف الأعزاء وينحرف الشباب المسلم والشعب المسلم وهذا ما حصل ايضا في باقي المجتمعات في باقي الديانات عند باقي الدول. لاحظ فهنا اقول اقول ال الذي نعرفه ربما يوجد خلاف هذا الذي نعرفه بانه بان شرب الخمر يكون ليلا هذا عاده اما ائمه التيميه خلفاء التيميه، سلاطين التيميه، اولياء الامور التيميه المارقه يشربون الخمر من الصباح الى الصباح. لاحظ يقول فلم يزل كذلك الى اخر النهار حفل مفتوح، شرب مفتوح، خمور مفتوحه وعاده لاحظ نحن نتحدث هنا قلنا وفق الخلفيه الدينيه التي ندعيها التي نحن فيها التي هي الاساس في التصدي لهذه البحوث اما لو كنا نتحدث كمدنيين بخلفيه علميه تاريخيه اجتماعيه سياسيه مهنيه كل هذه غير دينيه طبعا نترك هذه الامور نعتبر هذه من ال... حرية والديمقراطية والعلمانية والحريه الشخصية وما يرجع إلى هذه الأكاذيب والشعارات الفارغة الكاذبة. إذن ليس لنا علاقة بمن يكتب بهذا التوجه. ليس علاقة ليس لنا علاقة بهذا. نحن نتحدث عن البحث الذي نحن فيه ونحن تصدينا له. هذا له خلفية دينية. فهنا نتحدث عن إمام يمثل الإسلام. عن خليفة يمثل الاسلام، عن دولة تمثل الاسلام، عن قائد يمثل الاسلام، عن شخص ورمز يمثل الاسلام، هل ينتمي هذا الى الاسلام او لا ينتمي الى الاسلام؟ هنا الكلام. فما احلى المعيشة وما احلى الحياة عند هؤلاء المساكين، عند هؤلاء القادة من الايوبيين، من الزنكيين، من العباسيين، من الامويين، عندما ياتي ابن تيمية و أئمة ابن تيمية يغررون بهؤلاء ويقولون لهؤلاء افعل ما فعلت من شرب خمور ونساء وزنا ولواط والعياذ بالله لكن اقتل المعتزلي تدخل الجنة اقتل الأشعري تقتل الجنة تدخل الجنة اقتل الشيعي الرافضي تدخل الجنة تغفر كل الذنوب لك ما أحلى هذه الحياة اقتل اجرم ارتكب كل القبائح والفساد والافساد واقتل الناس اقتل الجهمي الشيعي الرافضي الزيدي الفاطمي الاسماعيلي الصوفي المعتزلي الاشعري وستكون في طهاره وقدس ومن اهل الجنه وانتهى الامر هل يوجد اسهل من هذا لا يوجد اسهل من هذا الطريق لاحظ لذلك نحن نقول نقول هؤلاء القادة هؤلاء القادة مساكين عندهم شجاعة عندهم رجولة عندهم همة عندهم جهاد لكن من الذي يزوق لهم ويغرر بهم أئمة المارقة النهج التيمي لاحظ عندما تحدث عن النهج التيمي ليس لنا علاقة وعداء مع ابن تيمية بالرغم من أن ما فعله ابن تيمية ببغض اهل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم وبغض علي عليه الصلاه والسلام وبغض الصحابه المبطن والواضح لمن يفكر وعنده الانصاف يجد بانه قد ابغض اهل بيت النبوه وامير المؤمنين علي سلام الله عليه والصحابه الاجلاء فهو في قمه شعب النفاق وبكلام لا يصدر من الانسان سوى لا يصدر من الانسان عنده غيره وشرف وعقيده ودين فلو كان عندنا العداء الشخصي معه فعندنا مبرر والف مبرر ومليون مبرر العداء معه، اقراوا ماذا يقول في كتبه على ائمه الشيعه على ائمه المعتزله على ائمه الاشاعره على ائمه الجهميه وعلى الناس الملتحقه بهم وعلى اهل بيت النبوه، وعلى علي عليه السلام، وعلى الصحابه لم يترك احدا لم يطعم به. وحتى يستخدم الالفاظ والعبارات والايحاءات الفاحشه لا تصدر من انسان ابن شارع. لا تصدر من هذا امير المؤمنين الذي يشرب الخمر من الصباح الى الصباح، لا تصدر منه وتصدر من ابن تيميه. فما ورد من اجماع من علماء المسلمين في قتل ابن تيميه في ذلك الوقت وصدرت الفتوى بهذا العنوان ليس عن فراغ لانه لا يوجد شخص مثله صدر ووجد في التاريخ الاسلامي لكن مع هذا نقول نحن نتحدث عن نهج ليس لنا علاقه بالشخص حتى لو قلنا ابن تيميه عليه السلام رضي الله عنه صلى الله عليه وال حران الصلاة والسلام والصابئ عليهم الصلاة والسلام شعب ابن تيمية وأجداد ابن تيمية ليس عندنا مشكلة في هذا هل سيصل السلام هل ستصل الصلاة لا يوجد مشكلة هنا لاننا لا ليس عندنا عداء شخصي مع ابن تيمية ومع غير ابن تيمية نحن نتحدث عن نهج نتحدث عن دماء وسفك دماء وإرهاب وقتل وهذا يأتي من ابن تيمية من أفكار ابن تيمية من تنظير ابن تيمية شئنا أم أبينا فإذا لم يظهر المجدد الذي يناقش ويقدح ويعترض على ابن تيمية ويأتي بجديد يطعن بكلام ابن تيمية التكفيري الإجرامي الإرهابي ويأتي بجديد وليكن على النهج التيمي ليس عندنا مشكلة في هذا يقول فلم يزل كذلك الى اخر النهار وعاد الى داره وسكر عند بعض حظاياه اي عند نسائه المفضلات على غيرهن ما احلى هذه الحياه عند المارقه نساء وغلمان وخمور وغناء ورقص واموال ماذا يريدون بعد هذا؟ وفوق هذا الجنه لأنهم قتلوا هذا وسفكوا الدماء هناك وأبادوا البلدان الإسلامية وغير الإسلامية فلهم الجنة على النهج التيمي يقول وعاد إلى داره وسكر عند بعض حظاياه أي نساء المفضلات ففي الليل دخل الخلاء وكان ابنه عند تلك الحظية أي المرأة المفضلة وكان ابنه عند تلك الحظية اترك الخيال لكم ماذا يفعل هذه طول هذه الايام والليالي عند تلك النساء التي لا يعرف من اين والى اين وكم وكيف ومتى لا يعلم الله العالم فدخل اليه داره دخل الابن عليه دخل غازي على ابيه فدخل اليه داره فضربه بالسكين أربعة عشره ضربه ثم ذبحه وتركه ملقا ودخل الحمام وقعد يلعب مع الجواري هذا الابن هذا امير المؤمنين الثاني هذا الخليفه يقول ودخل الحمام وقعد يلعب مع الجواري هذه هذا هو الاسلام وهذه السلطنه الاسلاميه وهذه هي الدوله الاسلاميه وهذه الخلافه الاسلاميه وانا لله وانا اليه راجعون وقعد يلعب مع الجواري هذا الابن هذا القاتل يقول فلو فتح باب الدار وأحضر الجند واستحلفهم لملك البلد لحصل له الملك بمعنى هذا الكلام يقول لكنه أمن واطمأن ولم يشك في الملك فلم يفتح باب الدار أقول يا ترى لاحظ ماذا يقول ابن ابن الاثير؟ يقول: فلو فتح باب الدار واحضر الجند واستحلفهم لملك البلد، لكنه امن واطمئن ولم يشك في الملك. اقول يا ترى هل يتاسف ابن الاثير؟ ونتاسف معه لان غازي لم يفتح الباب ولم يصبح ملكا سلطانا وليا للامر مفترض الطاعه، له حسنات او حسناته اكثر من سيئاته. خاصة إذا شارك في حروب وقتال وعلى النهج التيمي وفكرهم التكفيري فإنه يضمن الجنة لو قتل صوفيا أو شيعيا أو رافضيا أو جهميا ولو زاد عددهم كان ولو زاد عددهم كان في عليين. يكمل ابن الأثير يقول: فاتفق أن بعض الخدم الصغار خرج إلى الباب وأعلم أستاذ دار سنجر الخبر فاحضر اعيان الدوله وعرفهم ذلك واغلق الابواب على غازي واستحلف الناس لمحمود ابن سنجر شاه وارسل اليه فأحضرهم مع فاحضره من فرح التي كان قد نفاه ابوه اليها فاحضره من فرح ومعه اخوه مودود فلما حلف الناس وسكنوا فتحوا باب الدار على غازي ودخلوا عليه ليأخذوه فمانعهم عن نفسه فقتلوه وألقوه على باب الدار فأكلت الكلاب بعض لحمه ثم دفن باقيه ووصل محمود إلى البلد محمود أخو مودود أبناء الزنكي المقتول وصل محمود الى البلد وملكه ولقب بمعز الدين لقب ابيه هذا الخمار الماجن الاب كان يلقب بمعز الدين ما اعز الدين بمثل هؤلاء السلاطين ولقب بمعز الدين لقب ابيه اقول اي دين هذا الذي معزه مثل هؤلاء فلما استقر اخذ كثيرا من الجواري اللواتي لابيه فلما استقر لاحظ هذا معز الدين ماذا فعل؟ هذا السلطان، هذا الامير، هذا الخليفه، هذا امير المؤمنين، هذا ولي الامر ماذا فعل؟ يقول فلما استقر اخذ كثيرا من الجواري اللواتي لابيه فغرقهن في دجله. غرق الجواري. ولقد حدثني صديق لنا انه راى بدجله في مقدار غلوه سهم سبع جوار مغرقات منهن ثلاث قد احرقت وجوههن بالنار فلم اعلم سبب ذلك الحريق حتى حدثتني حتى حدثتني جاريه اشتريتها بالموصل من جواريه ماذا قالت له لابن الاثير؟ قالت لابن الاثير ان محمودا كان يأخذ الجارية فيجعل وجهها في النار فإذا احترقت ألقاها في دجلة وباع من لم يغرقه منهن فتفرق أهل تلك الدار أيدي سبا أيدي سبن وكان سنجر شاه قبيح السيرة هذا الأب الذي قتل وكان سنجر شاه قبيح السيرة ظالما غاشما كثير المخاتلة والمواربة والنظر في دقيق الأمور وجليلها لا يمتنع من قبيح يفعله مع رعيته وغيرهم من أخذ الأموال والأملاك والقتل والإهانة وسلك معهم طريقا وعرا من قطع الألسنة والأنوف والآذان هذا قطع الألسنة والأنوف والآذان إذن له بعد تاريخي من قطع الالسنه والانوف والاذان واما اللحى فانه حلق منها ما لا يحصى وكان جل فكره في ظلم يفعله وبلغ من شده ظلمه انه كان اذا استدعى انسانا ليحسن اليه لا يصل الا وقد قارب الموت من شده الخوف واستعلى في ايامه السفهاء ونفقت سوق الأشرار والساعين بالناس فخرب البلد وتفرق أهله لا جرم سلط الله عليه أقرب الخلق إليه فقتله ثم قتل ولده غازي وبعد قليل, وبعد قليل قتل ولده محمود أخاه مودودة لاحظ غازي قتل الأب ومحمود أو من أتى بمحمود قتلوا غازي ومحمود قتل مودود بقي فقط محمود يقول وبعد قليل قتل ولده محمود أخاه مودودا وجرى في داره من التحريق والتغريق والتفريق ما ذكرنا بعضه ولو, ولو رمنا شرح قبح سيرته لطال والله تعالى بالمرصاد لكل ظالم سبحان الله وتبارك الله يقول هذا قبس من أقباس السلطنة الزنكية الإسلامية وملوكها السلاطين أولياء الأمور معز الدين وناصر الدين ومحي الدين ونور الدين وناشر الدين ومنقذ الدين وفخر الدين وحام الدين وصلاح الدين وعماد الدين هذا قبس من أقباسها أقول: ولا علاقة لنا باختيارات الناس وتصرفاتهم ومنكراتهم، لكن نسبة ذلك للدين والإسلام غير مقبول لأنه تشريع وتحليل وإباحة للمنكرات والقبائح والفساد وتهديم للفكر والعقيدة والأخلاق. فلو لو فلو لم تسمى بالدولة والسلطنة والمملكة والخلافة الإسلامية لما كلفنا انفسنا ولما اضعنا الوقت والجهد والجهد في الحديث عنها لانها ستكون دوله علمانيه وما اكثر هذه الدول سابقا وحاليا لكن واجبنا دفع الشبهات عن الدين والاسلام قدر المستطاع وبعون الله تعالى المورد الخامس والعشرون الكامل جزء عشر في صفحة 272 ثم دخلت سنة ستة دخلت 606 وستة هجري ذكروا ملك العادل الخابور ونصيبين وحصره سنجار وعوده عنها واتفاق نور الدين واتفاق نور الدين أرسلان شاه ومظفر الدين قال ابن الأثير في هذه السنة سنة 606 هجري في هذه السنة سنة 606 هجري ملك العادل ملك العادل أبو بكر بن أيوب بلد الخابور والنصيبين وحصر مدينة السنجار والجميع من أعمال الجزيرة وهو بيد قطب الدين محمد بن زنكي مودود وسبب ذلك أن قطب الدين المذكور كان بينه وبين ابن عمه نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود صاحب الموصل عداوة مستحكمة فلما كان سنة خمس حصلت مصاهرة بين نور الدين والعادل فإن ولدا للعادل تزوج بابنة لنور الدين وكان لنور الدين وزراء يحبون أن يشتغل عنهم فحسنوا له مراسلة العادل والاتفاق معه على أن يقتسما بالبلاد التي لقطب الدين وبالولاية التي لولدي سنجر شاه بن غازي بن مودود وهي جزيرة ابن عمر وأعمالها فيكون ملك قطب الدين للعادل وتكون الجزيرة لنور الدين تقاسم أراضي واقطاعات وأموال وص وسلطنه وحكم وتسلط فوافق هذا القول هوى نور الدين فارسل الى العادل في المعنى فاجابه الى ذلك مستبشرا وجاءه ما لم يكن يرجوه لانه علم انه متى ملك هذه البلاد اخذ الموصل وغيرها لاحظ كل واحد منهم في باله ان يغدر بالاخر اتفاق مصالح واختلاف على منافع ومكاسب. يقول لانه علم انه متى ملك هذا علم العادل انه متى ملك هذه البلاد اخذ الموصل وغيرها واطمع نور الدين ايضا في ان يعطي هذه البلاد اذا ملكها لولده الذي هو زوج ابنه نور الدين ويكون مقامه في خدمه في خدمته بالموصل، يعني العادل فرح بهذا قال اذا اخذت هذه البلاد ساسيطر واخذ الموصل. وفي المقابل نور الدين يقول اذا العادل اخذ هذه البلاد القريبه مني سيعطي هذه البلاد لابنه وهو زوج ابنتي فسيكون هذا في خدمتي. واستقرت القاعده على ذلك وتحالف عليها فبادر العادل الى المسير من دمشق الى الفرات في عساكره وقصد الخابور فاخذه فلما سمع نور الدين بوصوله كانه خاف واستشعر فاحضر من يرجع الى رايهم وقولهم وعرفهم وصول العادل واستشارهم فيما يفعله هو اتفق معه والان تردد وخاف فارسل الى المستشارين فاستشارهم واستشارهم فيما يفعله فاما من اشاروا عليه بذلك فسكتوا الذين اشاروا عليه بالاتفاق مع العادل فسكتوا وكان فيهم في يعني في المستشارين من لم يعلم هذه الحال لا يعلم بانه حصل اتفاق معه ومع العادل فماذا قال لنور الدين؟ يقول فعظم الامر وكان فيهم في المستشارين من لم يعلم هذه الحال فعظم الامر واشار بالاستعداد للحصار قال يعني توقع بان العدل سيحاصر الموصل فعليهم بالاستعداد للحصار واشار بالاستعداد للحصار وجمع الرجال وتحصيل الذخائر وما يحتاج وما يحتاج اليه. فقال نور الدين نحن فعلنا ذلك. نور الدين اخبره قال له نحن فعلنا هذا نحن اتفقنا مع العادل. فقال نور الدين نحن فعلنا ذلك وخبره الخبر. فقال المستشار باي راي تجيء الى عدو بأي رأي تجيء إلى عدو لك هو أقوى منك وأكثر جمعا وهو بعيد منك متى تحرك لقصدك تعلم به فلا يصل إلا وقد فرغت من جميع ما تريده تسعى حتى يصير قريبا منك كيف تفعل هذا؟ إنسان بعيد عنك فإذا أراد أن يتجهز إليك ولغزو بلدك ستعلم به وتجهز له وهو ياتيك منهكا ومتعبا من الطريق فكيف تسمح كيف تسعى انت بذاتك وبنفسك ويصير هذا بالقرب منك بهذا الاتفاق يقول حتى يصير تسعى حتى يصير قريبا منك ويزداد قوه الى قوته ثم ان الذي استقر بينكما انه له يملكه اولا بغير تعب ولا مشقه وتبقى انت لا يمكنك ان تفارق الموصل الى الجزيره وتحصرها والعادل ها هنا اذا اتى العادل الى ها هنا هو سياخذ تلك البلاد التي اتفقتم ان ياخذها وانت لا تستطيع ان تترك الموصل حتى تاخذ البلاد التي لك حسب الاتفاق معه لانك تخاف من ترك الموصل بوجود العادل تخاف ان ياخذ الموصل منك. هذا يقول هذا ان وفى لك بما استقرت القاعده عليه. هذا اذا هذا ان وفى لك بما استقرت القاعده عليه لا يجوز لك ان تفارق الموصل، فكيف اذا لم يوفي معك؟ وان عاد الى الشام يقول لا يجوز لك ان تفارق الموصل وان عاد الى الشام، لماذا؟ يقول: لأنه قد صار له ملك خلاط، وبعض ديار بكر، وديار الجزيرة جميعها، والجميع بيد أولاده، متى سرت عن الموصل أمكنهم أن يحولوا بينك وبينها، فما زدت على أن آذيت نفسك وابن عمك، وقويت عدوك وجعلته شعارك وقد فات الامر وليس يجوز الا ان تقف معه على ما استقر بينكما لئلا يجعل لك حجه ويبتدئ بك. هذا والعادل قد ملك الخابور ونصيبين وسار الى سنجار فحصرها وكان في عزم صاحبها قطب الدين ان يسلمها الى العادل. بعوض ياخذه عنها فمنعه من ذلك امير كان معه اسمه احمد بن يرنقش فمنعه من ذلك امير كان معه اسمه يرنقش مملوك ابيه زنكي وقام بحفظ المدينه والذب عنها وجهز نور الدين عسكرا مع ولده الملك القاهر ليسيروا الى الملك العادل فبينما الامر على ذلك اذ جاءهم امر لم يكن لهم في حساب وهو ان مظفر الدين كوكبري ان كوكبري صاحب اربل ارسل وزيره الى نور الدين يبذل من نفسه المساعده على منع العادل عن سنجار وان الاتفاق معه على ما يريده فوصل الرسول ليلا فوقف مقابل دار نور الدين هذا رسول كوكبري أتى إلى نور الدين فوقف مقابل دار نور الدين وصاح فعبر إليه سفينة عبر فيها واجتمع بنور الدين ليلى وأبلغه الرسالة فأجاب نور الدين إلى ما طلب من الموافقة يعني نور الدين بعد أن أتاه رسول كوكبري غدر بالملك الملك العادل واتفق مع كوكبري هذا كله غدر في غدر فأجاب نور الدين إلى ما طلب من الموافقة وحلف له على ذلك وعاد الوزير من ليلته وعاد الوزير من ليلته فسار مظفر الدين هذا وزير كوكبري فبينما الأمر على ذلك إذ جاءهم, إذ جاءهم أمر لم يكن لهم في حساب وهو أن مظفر الدين كوكبري صاحب إربل أرسل وزيره هذا وزير كوكبري ارسل كوكبري ارسل وزيره الى نور الدين يبذل من نفسه المساعده على منع العادل عن سنجار على ان يبذل له على اتفاق على تنازل ما هو وان الاتفاق معه على ما يريده فوصل يقول له ماذا تريد انا اعطيك يقول فوصل الرسول ليلا هذا الرسول وهو الوزير وزير كوكبري فوصل الرسول وهو وزير كوكوبري فوقف مقابل دار نور الدين وصاح فعبر إليه سفينة عبر فيها واجتمع بنور الدين ليلا وأبلغه الرسالة فأجاب نور الدين إلى ما طلب من الموافقة وحلف له على ذلك لاحظ غدر في غدر اتفق مع العادل ضد ابن عمه الآن يتفق مع كوكبري ضد العادل لاحظ كل منهم متهيئ ذهنيا وفكريا ونفسيا وعسكريا وأخلاقيا للغدر وعاد الوزير من ليلته فسار إذن هذا وزير من؟ وزير كوكبري وهو مظفر الدين كوكبري وعاد الوزير من ليلته فأتى من؟ أتى سيده وهو كوكبري فسار مظفر الدين كوكبري أتى إلى نور الدين واجتمع هو ونور الدين ونزل بعساكرهما بظاهر الموصل وكان سبب ما فعله مظفر الدين كوكبري أن صاحب سنجار أرسل ولده إلى مظفر الدين يستشفع به إلى العادل ليبقي عليه سنجار وكان مظفر الدين لا ننسى كوكبري يظن أنه لو شفع في نصف ملك العادل لشفعه لأثره الجميل في خدمته وقيامه في الذب عن غير مره كما تقدم فشفع اليه فشفع اليه اي شفع الى العادل فلم يشفعه العادل ظنا منه انه بعد اتفاقه مع نور الدين لا يبالي بمظفر الدين لا يبالي بكوكبري يعني بعد ان اتفق العادل مع نور الدين زنكي فصار لا يهتم بمظفر الدين هذا وهو كوكبري هذا ما فهمه كوكبري وعلم به فقال انا اذا ساتفق مع نور الدين حتى نكون معا ضد العادل. فلما رد العادل شفاعته راسل نور الدين في الموافقه عليه. ولما وصل الى الموصل واجتمع بنور الدين وصل كوكبري الى الموصل واجتمع بنور الدين ارسل الى الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين وهو صاحب حلب وإلى كي خسروا ابن ابني قلج أرسلان صاحب بلاد الروم بالاتفاق معهما فكلاهما أجاب إلى ذلك فتواعدوا على الحركة وقصد بلاد العادل إن امتنع من الصلح والإبقاء على صاحب سنجار وأرسل أيضا إلى الخليفة الناصر لدين الله ليرسل رسولا إلى العادل في الصلح أيضا فقويت حينئذ نفس صاحب سنجار على الامتناع ووصلت رسل الخليفه وهو هبه الله ابن المبارك ابن الضحاك استاذ الدار والامير اق باش، اق باش، اق باش،, آق باش. والامير اق باش وهو من خواص مماليك الخليفه وكبارهم فوصل الى الموصل وسار منها الى العادل وهو يحاصر سنجار. وكان وكان من معه اي مع العادل وكان من معه لا يناصحونه في القتال لا سيما اسد الدين شريكو هذا الحفيد شريكو لا سيما اسد الدين شريكو صاحب حمص والرحبه فانه كان يدخل اليها الاغنام وغيرها من الاقوات ظاهرا ولا يقاتل عليها وكذلك غيره يعني وكان هذا فان فان هذا شريكو صاحب حمص والرحبه كان مع جيش العادل فانه كان يدخل اليها اي الى سنجار المحاصره. يدخل اليها الاغنام وغيرها من الاقوات ظاهره ولا يقاتل عليها وكذلك غيره. فلما وصلت رسل الخليفه الى العادل اجاب اولا الى الرحيل ثم امتنع عن ذلك. وغالطه وأطال الأمر لعله يبلغ منها غرضا فلم ينل منها ما أمله وأجاب إلى الصلح على أن يكون له ما أخذه وتبقى سنجار لصاحبها. واستقرت القاعدة على ذلك وتحالفوا على هذا كلهم وعلى أن يكونوا يدا واحدة على الناكث منهم ورحل العادل عن سنجار إلى حران وعاد مظفر الدين كوكبري وعاد مظفر الدين الى اربل. وبقي كل واحد من الملوك. وكان مظفر الدين كوكبري عند مقامه بالموصل قد زوج ابنتين له بولدين لنور الدين وهما عز الدين مسعود وعماد الدين زنكي. اقول تصرفات غريبه ليس فقط عن الثقافه العربيه لانهم ليسوا بعرب. ولا عن الثقافة الاسلامية بل بعيدة وغريبة جدا عن الرجولة والثقافة الانسانية فالنفاق والانتهازية والغدر والتآمر هو السائد والمسيطر على الافكار والنفوس والقلوب فلو كانت المصاهرة فلو كانت المصاهرة تجدي نفعا وتغييرا في السلوك المشين المشين السائد لحصل النفع منه في تزويج ابن العادل من ابنة نور الدين هذا هو حال سلاطين البلدان الإسلامية وحال الشعوب الإسلامية المغلوب على أمرها المورد السادس والعشرون الكامل جزء عشر في صفحة 277 وسبعة وسبعين وما بعدها إلى صفحة 282 وثمانين أولا وثانيا أولا ثم دخلت سنة سبعة وستمائة سنة ستمائة وسبعة هجري ذكر وفاة نور الدين أرسلان شاه وشيء من سيرته قال ابن الأثير في هذه السنة أواخر رجب في سنة 607 هجري توفي نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن أقسن قر صاحب الموصل وكان شهما شجاعا ذا سياسة للرعاية شديدا على أصحابه فكانوا يخافونه خوفا شديدا كما قلناه وهواه هو مع الزنكيين ومع الموصل وحكام الموصل كما بينا سابقا وكان ذلك مانعا من تعدي بعضهم على بعض وكان له همة عالية أعاد موسى البيت الأتابكي وجاهه أعادنا موسى البيت الأتابك الأتابكي وجاهه وحرمته وبعد أن كانت قد ذهبت وخافه الملوك وكان سريع الحركة إذن عاد ناموس البيت الاتابكي وجاهه وحرمته بعد ان كانت قد ذهبت وخافه الملوك وكان سريع الحركه في طلب الملك الا انه لم يكن له صبر فلهذا لم يتسع ملكه. ثم قال ابن الاثير ذكر ولايه ابنه الملك القاهر اذا مات نور الدين اتى بعده الابن وهو الملك القاهر. لما حضر نور الدين الموت امر أن يرتب في الملك. أمر أن يرتب في الملك بعده ولده الملك القاهر عز الدين مسعود وحلف له الجند وأعيان الناس وكان قد عهد إليه قبل موته بمده فجدد العهد له عند وفاته. وأعطى ولده الأصغر عماد الدين زنكي قلعة أقر الحميديه. وأعطى ولده الأصغر عماد الدين زنكي قلعة عقر الحميدية وقلعة شوش وولايتهما وسيره إلى العقر وأمر أن يتولى تدبير مملكتهما ويقوم بحفظهما والنظر في مصالحهما إذن ولاية العهد لابنه القاهر وولده الأصغر عماد الدين أعطاه العديد من القلاع والبلدان فأتاه الأمير بدر الدين لؤلؤ لؤ لما راى من عقله وسداده وحسن سياسته وتدبيره وكمال خلال السياده فيه وكان عمر القاهر حينئذ عشر سنين. يقول فاتاه الامير بدر الدين لؤلؤ لما راى من عقله وسداده وحسن سياسته وتدبيره وكمال خلال السياده فيه يقول اتاه هذا بدر الدين لؤلؤ اتاه اتى الى نور الدين وكان عمر القاهر حينئذ عشر سنين. ولما اشتد مرضه وأيس من نفسه أمره الأطباء بالانحدار بالانحدار إلى الحامة المعروفة بعين القيارة فلم يجد بها راحة وازداد ضعفا فأخذه بدر الدين وأصعده في الشبارة إلى الموصل فتوفي في الطريق ليلة ومعه الملاحون والأطباء بينه وبينهم ستر وكان مع بدر الدين عند نور الدين مملوكان فلما توفي نور الدين قال لهما لا يسمع أحد بموته اكتموا الأمر وقال للأطباء والملاحين قال لا يتكلم أحد قال لهم اسكتوا لا يتكلم أحد حتى لا تزعج الملك نور الدين لأنه نام فلا نريد أن نزعج السلطان وقال الاطباء والملاحين لا يتكلم احد فقد نام السلطان فسكتوا ووصلوا الى الموصل في الليل فامر الاطباء والملاحين بمفارقه الشباره لئلا يروه ميتا وابعدوا فحمله هو والمملوكان وادخله الدار وتركه في الموضع الذي كان فيه ومعه المملوكان ونزل على بابه وأو نزل على بابه من يثق به لا يمكن أحداً من الدخول والخروج وقعد هذا من لؤلؤ قعد مع الناس يمضي أموراً كان يحتاج إلى إتمامها فلما فرغ من جميع ما يريده أظهر موته وقت العصر ودفن لينا بالمدرسة التي أنشأها مقابل داره واستقر الملك لولده وقام بدر الدين بتدبير الدوله والنظر في مصالحها. لاحظ واستقر الملك لولده لكن من القائم بالاعمال؟ بدر الدين وقام بدر الدين بتدبير الدوله والنظر في مصالحه او في مصالحها. انا فقط اقول من المدبر للامور بدر الدين لاحظ ما فعله من حركه من اخفاء الموت من تدير بعض الامور التي كان يريد ان يدبرها لاحظ عندما نبحث الان عن جريمه عن خيل جريمه عن موت قد وقع فيه شبهه لاحظ حتى نعرف اين يتوجه المحقق اين يتوجه الفكر الى اين صارت السلطه وسنعرف ليس فقط هنا سنعرف هذا بدر الدين لؤلؤ ماذا سيفعل والى اين سيصل سنعرف ان شاء الله لاحقا اذا بقيت الحياه وبقينا واستقر الملك لولده للقاهر وقام بدر الدين بتدبير الدوله والنظر في مصالحها التفت جيدا اذا مات نور الدين صار الامر للقاهر صارت الامور والتدبير بيد لؤلؤ بدر الدين بيد المملوك مملوك المملوك، فصار الامر بيده، سنعرف الى اين ستصل الامور مع القاهر، واين ستصل الامور ببدر الدين لؤلؤ. وقام بدر الدين بتدبير الدولة والنظر في مصالحها. هذا انتهى اولا في المورد، ثانيا ثم دخل سنة وستمائة سنة ستمائة وثمانية هجري، ذكر عدة حوادث قال: في هذه السنة اظهر الاسماعيلية ومقدمهم الجلال بن الصباح الانتقال عن فعل المحرمات واستحلالها وامر باقامه الصلوات وشرائع الاسلام ببلادهم من خراسان والشام هذا زعيم الاسماعيليه اي ما يسمى بال النزاريه او الحشاشه او اي عنوان من العناوين لا مشكله في العنوان لا مشاحه في الاصطلاح ومقدمهم الجلال بن صباح الانتقال عن فعل المحرمات واستحلالها وامر باقامه الصلوات وشراع الاسلام ببلادهم من خراسان ومن الشام وارسل مقدمهم رسلا الى الخليفه وغيره من ملوك الاسلام يخبرهم بذلك وارسل والدته الى الحج فاكرمت ببغداد اكراما عظيما وكذلك بطريق مكه مجرد اشاره ما دمنا نحن في احداث سنه 608 حتى نعرف كيف يتعامل السلاطين، كيف يتعامل الملوك ولو تصورنا هذا الامر مع ابن تيميه مع احد ائمه المارقه ليس مع الخليفه العباسي فهل سيقبل الدواعش دواعش هذا الزمان وذاك الزمان هل سيقبل التيميه المكفره والكفره بالدعاء الاسماعيلي واظهار الاسماعيلي للعبادات ام ستسفك الدماء وتباح الانفس والاعراض والاموال. المورد السابع والعشرون الكامل الجزء العاشر في صفحة 284 ثم دخلت سنة تسعة وستمائة سنة ستمائة وتسعة قال ابن الأثير أيضا عندي أولا وثانيا أولا ذكر قدوم ابن منكلي بغداد في هذه السنة في المحرم قدم محمد بن منكلي المستولي على بلاد الجبل إلى بغداد وسبب ذلك أن أباه منكلي لما استولى على بلاد الجبل وهرب إيدغمش وهرب إيدغمش صاحبها منها إلى بغداد خاف أن يساعده الخليفة ويرسل معه العساكر فيعظم الأمر عليه لأنه لم يكن قد تمكن في البلاد إذن عندي منكلي استولى على بلاد الجبل هرب أي دغمش إلى بغداد الى الخليفه العباسي فمنكلي ارسل ابنه الى بغداد حتى يؤمن الامر لانه خاف ان الخليفه العباسي سيدعم اي دغمش ويرسل معه جيشا لقتال منكلي يقول فارسل منكلي فارسل منكلي ولده محمدا ومعه جماعه من العسكر فخرج الناس ببغداد على طبقاتهم يلتقونه وأنزل وأكرم وبقي ببغداد إلى أن قتل إي دغمش فخلع عليه وعلى من معه وأكرم وسيرهم إلى أبيه أقول من كلي خاف أن يساعد الخليفة العباسي أي دغمش وهذا يكشف أن ميل الخليفة أن ميل الخليفة وهواه مع أي دغمش والا لما خاف منكلي وهنا يتبادر سؤال لماذا ارسل منكلي ولده الى بغداد الى الخليفه العباسي هل بعنوان رهينه او بعنوان اخر ولو لم يرسله فسيتدخل الخليفه العباسي لصالح اي دغمش ضد منكلي ولو لم يقتل اي دغمش وكان النصر حليفه فماذا سيكون مصير الرهينه ابن منكلي وكما يقال شيء لا يشبه شيئا آه. كما يقال بالعاميه شيء ما يشبه شيء ثانيا ذكروا عده حوادث قال في سنه في هذه السنه قبض الملك العادل ابو بكر أيو ابو بكر بن ايوب صاحب مصر والشام على امير اسمه اسامه كان له اقطاع كثير من جملته حسن كوكب من اعمال الاردن بالشام واخذ منه حسن كوكب وخربه لاحظ ألقى القبض عليه واخذ أخذ البلاد منه واخذ الحصن منه ومع هذا الملك العادل ماذا فعل خرب الحصن واخذ منه حصن كوكب وخربه وعفى اثره ومن بعده بنى حصن بالقرب من عكا على جبل يسمى الطور وهو معروف هناك وشاحنه بالرجال والذخائر والسلاح اقول قبض عليه اخذ منه الاراضي والحصن فلماذا اذن خرب الحصن وعفى اثره قبض عليه واخذ منه الاراضي والحصن فلماذا اذن خرب الحصن وعفى اثره؟ ولماذا بنى حصنا جديدا وشحنه بالرجال والذخائر والسلاح؟ ولماذا لم يشحن حصن كوكب دون الحاجه لتهديمه وبناء حصن اخر؟ واذا كانت تحصينات الحصن غير مناسبه كبناء وموقع فيا ترى هل تهديمه وإزالة وإزالة أثره يعني أنه أخذ حجارته وبنى بها الحصن الجديد كما هي العادة عندهم وكما فعل صلاح الدين في, في تهديم العديد والعشرات أو المئات من الأهرامات من أجل استخدام حجارتها في بناء قلعته في مصر وعن هدم عدد من الأهرامات الصغيرة بالجيزة لبناء قلعة صلاح الدين تحدث المؤرخ الرحالة الطبيب عبد اللطيف البغدادي من سنة 557 الى 629 هجري في كتابه الافاده والاعتبار في الامور والمشاهدات والحوادث المعاينه بارض مصر قال المؤرخ البغدادي بعضها كبار وبعضها صغار بعضها كبار وبعضها صغار وبعضها طين ولبن وأكثرها حجر وبعضها مدرج وأكثرها مخروط أملس قد كان منها بالجيزة عدد كثير لكنها صغار فهدمت في زمن صلاح الدين يوسف بن أيوب على يدي قرقوش سامعين بي حكم قرقوش هذا قرقوش الذي تسمعون به ووصل وطرق اسماعكم حكم قرقوش يقول على يدي قرقوش وهو الذي بنى السور من الحجاره محيطا بالفسطاط والقاهره وما بينهما وبالقلعه التي على المقطم واخذ حجاره هذه الاهرام الصغار وبنى بها القناطر الموجوده اليوم بالجيزه ونكتفي بهذا المقدار من الكلام والحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين واسالكم الدعاء. الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم صل على محمد وال محمد.